السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه باي بوت. موقع دوت باختصار ان في شخص كمبيوتر بتبدأ انت تتكلم معاه، نوع من انواع الذكاء الصناعي. اللي يقول لي ان الذكاء الصناعي ده سليم او خطأ، لو انت بتتكلم معاه ورد اجابة غير منطقية او رد اجابة عرفت من خلالها ان ده روبوت وليس انسان، تمام؟ ده الاختبار اللي يثبت لك انت تتكلم مع مين، تمام؟ او هل ده يعتبر ذكاء صناعي ولا لا. هو ممكن تشغل المايك وتبدا تتكلم معاه. My name is Omar. How are you? You don't need to know. فهو ممكن تخش معاه في حوارات وتبدا تتناقش معاه في بعض المجالات وتبدا تسال اسئله كتيره، وهو المفروض ان هو يجاوب كانه بشر وليس انسان آلي. وممكن لو سالته سؤال مثلا يرد عليك بسخافه زي ما رد دلوقتي. فالذكاء الصناعي بيتطور بطريقه فظيعه جدا، وفي علماء كتيره جدا بيحمسوا ان احنا نبدا ندخل نتعلم فيه، وفي ناس بتحذر. ستيفن هوكينج كان من الناس اللي بتحذر من الذكاء الصناعي، وعلماء كتير قالوا هو مستعجل شويه. هو بيقول ان الذكاء الصناعي المفروض نخاف منه النهارده، احنا المفروض نخاف منه بعد 100 سنه. بس هو صراحه فعلا مش 100 سنه ولا حاجه، بدليل اللي حصل في الفيسبوك ان هم كانوا عاملين 2 روبوت وفوجئوا ان الروبوت بيشتغل بطريقه اسرع، فبيوقفوهم عشان يعرفوا ايه المشكله. المشكله ان جوده اعلى من اللازم، يعني بينفذوا الامر باسرع من اللي مبرمج ليهم. اكتشفوا ان الاثنين روبوت دول لقوا ان اللغه اللي هم مبرمجين بها لغه عقيمه، فاخترعوا لغه للتواصل اسهل. فده خلى الناس يعني ايه اللي بيحصل، يعني اخترعوا لغه غير اللغه اللي هم مبرمجين بيها. فموضوع الذكاء الصناعي ده من الحاجات المهمة جدا جدا، وبتدخل في جميع الصناعات، بتدخل في البيم، بتدخل في أي حاجة، القيادة الآلية، بتدخل في الألعاب، بتدخل في البي ام اس أو إدارة البيلدنج مانجمنت سيستم. كل حاجة بدأ يدخل فيها موضوع الذكاء الصناعي دوت. فلو أنت بتدور على حاجة تسبب بيها الناس، فكر في موضوع الذكاء الصناعي.